قلت لها ثلاثة طرق. أول طريقة اللي هي يسموها البيسك، حنتكلم عن الدو، هذا بيسك دو. الطريقة الثانية وهي إيقاعية أكثر، بنكنسل هذا الثالث، هو الثالث نفسه ننقله إلى أوكتاف منخفض أكثر، نعزفه منخفض متراجع هنا، فحيكون بهذا الشكل. نفس المسكة الأساسية للكوردات، ممكن تكون مسكة كبيرة وصغيرة، هذه الصغيرة الكبيرة بهذا الشكل، حيتلغي دور الوسطى، حتصير الوسطى ما بتضغط على شيء، لكن باقي الأصابع كلها تستخدم. أولا الخنصر حيكون اللي هو رقم 5، أصبع رقم 5 حيكون ماسك أول حرف، أصبع رقم 4 حيكون ماسك الثاني، أصبع رقم 2 حيكون ماسك ثالث نغمة. الإبهام الآن دوره أنه هو حيعزف أول نغمة مرة ثانية لكن من أكتاف متقدم.